تعالوا نكمل بقى بقية الدرس بتاعنا، نكمل كده بسرعة بقى. الجزء الأول اللي خدناه النهاردة موضوع المان بيجز، الجزء التاني اللي هنتكلم عليه النهاردة موضوع حاجة اسمها الانفو بيجز. خلاص، ايه موضوع الانفو بيجز ده؟ بص، الانفو بيجز دي حاجة كده شبه المان بيجز بالظبط. خلاص، يبقى الجزء التاني الانفو بيجز حاجة شبه المان بيجز بالظبط، بس المعلومات اللي فيها اكتر كمان من الانفو بيج، اسف، من المان بيجز. المعلومات اللي فيها اكتر من المان بيجز نفسها. طيب هتقول لي طب ما كده حلو يا عم، ده كده ممتاز، ده احسن من المان بيجز. هقول لك هي معلومات فيها كتيره قوي، بس كتيره زياده عن اللزوم، رغايه قوي 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 يعني. خلاص، يعني لو جيت كده قلت له انفو واي امر، هيجيب لك معلومات الامر ده. انفو مثلا الامر اللي اسمه ال اس او ام دي ادم او ان ام سي ال اي، هيجيب لك معلوماته بالكامل، بس هتلاقي فيها كميه معلومات رغي ما شاء الله يعني. خلاص، تعالى كده اوديك مثال واوريك الفرق بينهم. ممكن تقول له كده انفو ان ام سي ال اي، بص لي كده اهو، هتلاقيك بتنافيجيت. بص كده كل اوبشن معاه قد ايه، بص كده كل اوبشن معاه كلام قد ايه اهو، شايف داش ام مثلا، شايف مع اوبشن واحد ها مان كده ان ام سي ال اي بص الفرق بين ده قد ايه. تعال افتح تيرمينال تاني هنا كده، بص ادا واحدة اهو وادا واحدة اهو، بص كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هتقولي يا عم ده فرق مش كبير، او ممكن يكونوا الاتنين شبه بعض. هقول لك هتلاقي الفرق في الاوامر، او اقول لك ايه، في الكومنز الجديدة اللي لسه نازلة 2014 2015 2016. بس لو رحت مثلا لحاجة زي المان مان مثلا كده ال اس وانفو ال اس، واتفرج بقى على الفرق بين ده وده هنا، واتفرج هنا، بص لي كده، شايف ده بيقول لك ايه؟ ال اس بيعمل ليست دايركتري كونتنت، بعد كده الديسكريبشن بتاعه سطرين التالت وخلاص على كده شكرا. بص ده بقى هنا هيعمل ايه؟ ربنا يديك الصحه بقى، شايف عمل ازاي؟ كل ده بس في الديسكريبشن، شايف؟ صفحه كامله بس في الديسكريبشن. خلاص، فهتلاقي الانفو بيجز فيها رغي كتير قوي عن المان بيجز، غالبا بيكون فيها رغي كتير جدا عن المان بيجز. خلاص، طبعا دي مش حاجه حلوه ومش حاجه وحشه. ليه؟ انا عن نفسي انا شايف ان هم مكملين لبعض. معظم الاوامر مش هتحتاج فيها الانفو بيجز، هتحتاج المان بيجز دي، يكاد يكون اكتر من 95% من الاوامر، اكتر من 95% من الاوامر انت مش محتاج الانفو بيجز، بس في بعض الاوامر هتحتاج اكسبلانيشن اكتر، ساعتها ممكن تروح لمين؟ ها، ساعتها ممكن تروح للانفو بيجز دي. انا نادرا ما استخدمتها يعني، اعتقد ان انا بقالي 10 سنين لحد النهارده شغال لينكس، عمري في مره تقريبا ما استخدمتها الا في الكورس بس وانا بشرحها، بس اقول لكم عليها وخلاص. طيب مع الانفو بيجز برضو نفس الحكايه، برضو ممكن تنزل بمسطره، ممكن تعمل سيرش بسلاش وتسيرش مثلا على كلمه زي ريكيرسيف مثلا اهو، شايف؟ كيو برضو عشان تعمل كويت، نفس الحكاية. خلاص كده؟ في مشكلة كده؟ ها؟ حد عنده أي مشكلة؟ يبقى عندك حاجتين ممكن تستخدمهم، المان بيجز وده اللي بريكومند بيها، خلاص؟ والإنفو بيجز، بس الإنفو بيجز مالها؟ ها؟ فيها رغي كتير شوية، خلاص؟ طيب نخش على الطريقة التالتة. الطريقة التالتة عندنا اللي هي إيه؟
فاكرين ال دبليو اتش كوماندز وكنا اتكلمنا عليهم كده بسرعه؟ فاكرين ال دبليو اتش كوماندز لما خدناهم يوم ما عملنا سيرش يوم الفايند ويوم لوكيت؟ فاكر كنت اقول له كده واتز واسم الامر. وممكن تقول له كمان ويرز واسم الامر. خلاص تعالى كده، تعالى كده اوريك اكزامبل. تعالى قلت له عايز اعرف عن امر معين، وات از ال اس؟ قال لك ال اس ده بص بيقول لك بسرعه كده بيعمل ايه اهو، بيديك كده ديسكريبشن سريع بينجز معاك. خلاص كده وات از ام دي ادم اهو، شايف بيديك الديسكريبشن بتاعه كده بسرعه السريع. خلاص في عندك كمان وير از، وبعد كده اسم الامر نفسه ام دي ادم. وير از ام دي ادم هيعرض لك حاجتين، الحاجه الاولانيه مكان الباينري بتاع الامر ده فين، الحاجه الثانيه مكان المان بيج بتاعته فين. تاني وير از هيعرض لك الامر ده الباينري فين، الامر اللي بتنفذه نفسه، الامر نفسه. الحاجه الثانيه بعد كده المان بيج بتاعته ايه. المان بيج هو المان ده اصلا، انت عارف لما بتستخدم الامر اللي اسمه مان اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، مان ال اس بيعمل ايه؟ مان ال اس ده هتلاقيه راح رايح عارض ملف موجود في يوزر شير مان واحد ls.1.gz. تخيل يعني انت لما بتقول له مان بيروح يعرض لك ملف بس كده، والملف ده ايه عباره عن ملف ايه؟ ها ده عباره عن ملف ايه الملف ده؟ ده ملف كومبريسد قدامك اهو .gz. تعالى كده نعرضه. ها بذمتك مش هو ده نفس اللي موجود في المان؟ في كلام ملخبط شويه هنا، انا عارف ان في كلام ملخبط شويه، بس مش هو ده تقريبا اللي احنا بنعرضه في المان لما تقول له كده مان ال اس. تعالى كده اطلع في اول الملف مان ال اس، مش هو ده؟ هو ده تقريبا. ها معنى كده لما كنت بتقول له الامر اللي اسمه مان كان بيعمل ايه؟ كان بيروح يجيب الملف المضغوط ده يعرضه، كان بيفك الضغط بتاعه كده يعني بيفك الضغط بتاعه شكله اوتوماتيك ويعرض لك ناتج الضغط ده. وضحت؟ يبقى الامر اللي اسمه مان ده ما كانش بيخترع، ما كانش بيجيب ناتج من الهواء ويعرضه لك، لا ده كان بيروح يدور في مكان ما. المكان اللي بيدور فيه فين يا عم؟ قال لك بيدور في الحته دي، شايف اهو، ويشوف انت كنت بتدور في انهي سيكشن. لو انت بتدور في سيكشن واحد كان بيعمل ايه؟ ها بيفتح اللي هو اسمه مان واحد. طب لو بتدور في سيكشن خمسة بيدور فين؟ ها في الفولدر اللي اسمه مان خمسة ده. شفت خدت بالك؟ يبقى ما كانش بيخترع ولا حاجة. وصلت؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ حلو جدا. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ثلاث طرق لحد دلوقتي، المان والانفو والدبليو اتش كوماندز. قلنا الدبليو اتش كوماندز دي حاجه سريعه قوي بس كانت تقول لك الامر بيعمل ايه او مكان الباينري فين. خلاص اللي بعده يا سيدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لك، يوزر شير دوك. خلاص ايه يوزر شير دوك ده؟ قال لك معظم الباكجز 99% من الباكجز ولما بتنزل على السيستم بيتعمل انستول الدوكيومنتيشن باكج معاها. بص لي كده يوزر شير دوك، بص كده عندك 916 فولدر موجودين، شايف كل باكج موجوده هتلاقي معاها ايه؟ تعال مثلا البرينتنج، مثلا هتلاقي عندنا كابس كده، هتلاقي في عندك ريد مي ممكن تقراه كمان. تعال نفتحه كده، شايف
خلاص. مش كده بس، ده انت احيان كتير جدا هتلاقي فيه سامبل للكونفيجريشن فايلز موجودة عندك. يعني لو عندك سيرفيس هنا انستول، تعالى كده مثلا، هل انا عملت انستول لاي سيرفيس عندي؟ او تعالى كده اكزت هنا كده، وتعرف على المكنة اللي اسمها 106. هل المكنة دي اب دلوقتي؟ اي بي ادرس شو كده؟ لا، ان ام سي ال اي كونكشن شو، ان ام سي ال اي كونكشن اب اي ان او. اهو واي بي ادرس شو، خد اي بي اهو تقريبا، اهو اوريك اهو خد الاي بي 106 الحمد لله. تعالى هنا كده، تعالى يا سيدي هوريك كده، انسى الحاجه اللي انا بعملها، بس انا هوريك حاجه بس هتحصل دلوقتي، انسى الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي. يلا يا وحش، بينجلي كده يا عم على ياهو دوت كوم، بيبنج اهو. طب تعالى كده اقول له يا ام انستول دي اتش سي بي دي، هانستول دي اتش سي بي سيرفر عندنا. بمجرد بس ما انستول الباكج ايه اللي هيحصل؟ ها، اول ما انستول الباكج ايه اللي هيحصل؟ هيروح يجيب كونفيجريشن فايل تمبلت بتاعها كده، يخزنه لك. ممكن انت تستخدمه كريفرنس في المستقبل لو انت عايز، ممكن تستخدمه في كريفرنس في المستقبل لو انت عايز، تمام كده. طيب تعالى كده ثواني، يلا وحش. حلو جدا، تعالى هنا كده عندي، اهون، وتعالى انا عملت كونكت على المكنه، بص لي كده يوزر شير دوك دي اتش سي بي، بص كده هتلاقي فيه كمان سامبل للكونفيجريشن بتاعك دوت كونف دوت اكزامبل، شايف؟ ايه ده؟ معنى كده ان انت في بعض السيرفيسز هيديك ملف مساعد ممكن تستخدمه في المستقبل عشان تكونفيجر السيرفيس دي. ايوه مظبوط، ودي اكتر حاجه هتستفيدها من المكان ده، يوزر شير دوك. خليك فاكر المكان ده كويس جدا، المكان ده هيبقى الاب الروحي بتاعك كده طول ما انت طول ما انت بتكونفيجر اي سيرفيس. يعني نزلت الويب سيرفر وعايز تاخد سامبل للكونفيجريشن، روح خدها من هناك. نزلت الاف تي بي سيرفر، روح خدها من هناك. نزلت الدي اتش سي بي سيرفر، خدها من هناك. اي حاجه بتتعامل معاها تقريبا وليها ملف كونفيجريشن، غالبا غالبا بيكون ليها ملف، ها، او بيكون ليها تمبلت موجوده في المكان ده. ممكن تاخد الكونفيجريشن تمبلت من المكان ده وتحطها في ملف الكونفيجريشن بتاعك، او تاخدها وتعمل لها تيون وتحطها في ملف الكونفيجريشن بتاعك. يعني تخيل انا قلت لك اعمل لي كونفيجر للدي اتش تي بي سيرفيس، تفتكر ايه الاسهل؟ تقعد تكونفيجر كل حاجه من البدايه وتقعد تعذب نفسك، ولا ها ولا تعمل ايه؟ ولا تاخد التمبلت دي كوبي بيست تعدل فيها وهوب تران السيرفيس في اقل من 3 دقايق؟ ايه الاسهل لك؟ تقعد تكتب بايدك، والله اعلم بقى تكتب صح ولا غلط، ولا قوس كان قوس دائري تخليه قوس مربع، ولا قوس مربع نسيته اصلا، ولا سيمي كله نسيتها في الاخر، بتدخل نفسك في متاهات ملهاش اي لازمه. فانت بتحتاج يوزر شير دوك ده عشان ايه؟ ها، تاخد السامبل كونفيجريشن فايلز.
يبقى ده المكان الايه او ده الطريقه الرابعه بتاعتنا. يبقى كده عندك اربع طرق دلوقتي، خليك فاكر الحكايه دي، عندك اربع طرق ماشي. الطريقه الاولانيه المان، الطريقه الثانيه الانفو، الطريقه الثالثه الدبليو اتش كومنتس، الطريقه الرابعه يوزر شير دوك، الطريقه الخامسه وقلت لك يوزر شير دوك دي هتفيدك بايه؟ بالريد مي فايلز وبالكونفيجريشن فايلز تمبلت، واللي قلت لك هنستخدمها في خلال كام يوم ان شاء الله بشكل شبه يومي، مش بشكل شبه يومي، بشكل يومي فعلا، بشكل يومي فعلا. خلاص طيب، الطريقه الخامسه هتروح لموقع ريد هات كده وهتقول له ايه redhat.com/docs. اهو هيوديك للدوكيومنتيشن بتاع موقع ريد هات اهي، ماشي كده، هيوديك للدوكيومنتيشن بتاع موقع ريد هات. هتلاقي عندك بقى الدوكيومنتيشن نفسها موجوده والنوليدج بيز، طبعا في فيديوز لو انت عندك سبسكريبشن، النوليدج بيز والفيديوز لو انت عندك سبسكريبشن. مفيش عندك سبسكريبشن مالكش اي لازمه، مش هتعرف تخش الاثنين دول، بس هتخش على الدوكيومنتيشن بتاعت مين؟ بتاعت السيستم. خلاص الدوكيومنتيشن دي هتلاقي كل برودكت موجود للدوكيومنتيشن الخاصه بيه، شايف كل دي برودكتس موجوده عندك. في عندك الانتربرايز لينكس والانتربرايز لينكس اتوميك هوست والدوت نت كور، لا النوليدج بيز والفيديوز لازم يكون عندك سبسكريبشن، الاثنين دول لازم لك سبسكريبشن، انما الدوكيومنتيشن دي فري لاي حد. خلاص هتلاقي عندك بقى كل حاجه، الكلاود سويت موجوده والكلاود فورمز موجوده والاوبن ستاك بلاتفورم، الجلاستر ستورج، السيف ستورج، ريد هات ستورج كونسول نفسه. خلاص لو اشتريت اي حاجه من ريد هات خلاص انت كده بقى عندك سبسكريبشن، لو اشتريت اي حاجه من ريد هات فانت كده عندك سبسكريبشن ماشي. تعالى كده مثلا افتح الدوكيومنتيشن، انت اصلا مش محتاج لا دي ولا دي، انت مش محتاجهم، يكفي قوي عليك بس الدوكيومنتيشن ده. روح للبرودكت دوكيومنتيشن، بعد كده انتربرايز لينوكس 7.3 حاليا دخل مرحله البيتا ريليز نودز اهو، الريليز اللي احنا شغالين عليه 7 حاليا. هتلاقي في عندك بقى كل الجايدز اللي موجوده ممكن تخليها في حياتك، الانستليشن جايد موجود، المايجريشن جايد، الديسكتوب مايجريشن وادمنستريشن جايد، في عندك كمان الادمنستريتورز جايد، النتوركينج جايد، كيرنل كراش دام، بيرفورمانس تيونينج، باور مانجمنت، تقريبا كل حاجه، ستورج ادمنستريشن هتلاقي في الريد والال في ام، اللوجيكال فوليوم، الاي اكس تي 4 اكس اف اس، تقريبا اي حاجه، الديفايس مابر مالتي باث هتلاقيه موجود هنا، المالتي باثنج لو انت شغال مع الايس كازي، الفيرتشواليزيشن جايد كي في ام بكل حاجه عنها، الفيرتشواليزيشن سكيورتي جايد، الكلاسترنج جايد، الايدنتيتي مانجمنت ريد هات اي هتلاقيها موجود هنا، الويندوز انتجريشن وازاي تنتجريته مع الاكتيف دايركتوري، السكيورتي جايد، يا السكيورتي جايد ده حاجه ممتعه جدا، السكيورتي جايد ده احسن مكان ممكن تذاكر منه حاجه تلم لك كل السكيورتي اللي موجوده عندك على السيستم بشكل سريع جدا، حاجه عبقريه فعلا يعني، فعلا اللي كتب السكيورتي جايد ده راجل ابن حلال جدا. خلاص تعال اوريك كده مثلا النتوركينج جايد او سكيورتي جايد، والله ما الفرق معايا، بس بما اننا خدنا النتورك مانجر بجد. بالمناسبه في عندك اكتر من فورمات ممكن تنزله، بيج اتش تي ام ال دي اكتر من بيج، او سنجل بيج اتش تي ام ال، كل الجايدز ملف اتش تي ام ال واحد، او بي دي اف او اي باب. خلاص بي دي اف ومعروف اي باب، اي باب ده فورمات شبه البي دي اف كده، يعني كانوا بيحاولوا من كام سنه ان هو يخلوه يريبليس البي دي اف، بس بصراحه ما قدرش لحد النهارده ان هو يريبليس البي دي اف. انا بحب جدا، بحب جدا عن نفسي السنجل بيج اتش تي ام ال، وبحب البي دي اف جايد، وبحب السنجل بيج اتش تي ام ال اكتر من بي دي اف جايد، لانها مش محتاجه اي تول. افتحها كده السنجل بيج دي، هيجيب لك كل الجايد ده في ملف واحد اتش تي ام ال، ممكن تتعامل معاه براحتك زي ما انت عايز. شايف ثواني بس لحد ما يلود، وبعد ما يلود عندك هتلاقي كل حاجه موجوده هنا. ثواني يلا يا وحش، طبعا بان الملف كبير جدا خلاص، فانا ممكن اصغر بس البين اللي موجوده هنا دي عشان افتحه كله كامل كده.
هتلاقي فيه بالتفصيل الممل مين اللي عمله، والليجال نوتس بتاعته هو. وبعد كده هتلاقي عندك ايه، ها، كل حاجة عنده بالتفصيل الممل. تكست يوزر ان ام تي يو اي، فاكر ان ام تي يو اي؟ افتح كده يا عم، هتلاقي بالتفصيل الممل كل حاجة عنها اهي. شايف؟ فاكر ان ام سي، ان ام سي الاي؟ ها، فاكر كونكشن موديفاي وديفايس ستيتس؟ فاكر كونكشن اد؟ ها، ايه رايك؟ فاكر؟ مش ده اللي احنا كنا بنعمله؟ مش ده اللي كنا بنعمله؟ ايه رايك بالتفصيل ممل كمان؟ ولو انت بتكونفيجر الوايرلس اهو، تعالى كده مثلا هسيرش على حاجه اسمها تيمينج اهو، كونفيجر نتورك تيمينج. فاكر التيمينج لما كنت بتعمل الرانر؟ فاكر لما كنا بنكتب بالجيسون؟ طبعا عايز اقول لك ان اعظم دوكيومنتيشن موجوده، ها، لا تقولي الكتب بتاعت ريد هات بتاعت الكورسات ولا المان بيجز ولا الكلام ده، اعظم دوكيومنتيشن ممكن تذاكر منها هي ريد هات دوكيومنتيشن بلا منازع، مفيش ليها منافس. دوكيومنتيشن يعني بص كاتبينها بشكل محترم جدا جدا جدا. اي حاجه انت عايز تعلمها تقريبا هتلاقيها موجوده في الجايدز دي. طيب ليه الجايدز دي انا كنت او انا بنصح، حتى لو عايز تكونفيجر كمان من الجي واي كمان اهو، بص هتلاقي واخد لك سكرين شوتس. فاكر لما كنا بنكونفيجر من الكوماند لاين او من التي يو اي، من التكست يوزر انترفيس؟ فاكر البريدج اهو يا عم، كل حاجه عندك. ليه انا بقول لك الدوكيومنتيشن دي بتبقى مشكله بالنسبه للناس اللي بادئين جداد، او ليه الكتب بتاعه الكورسات بتبقى احسن الناس اللي بادئه جداد؟ لان الناس اللي بادئه جديده بتبقى عايزه بس تاخد حاجه اللي هي ايه، تشغل لها الدنيا. المشكله في الكتب دي ان هي كومبريهنسيف جدا، يعني حاطه كل حاجه فيها. طبعا ده خازوق كبير جدا، عارف ليه؟ لان الناس اللي لسه مبتدئه وتيجي هوب تخبطه تديله في وشه كده كم مصطلح مش عارفهم ولا عمره سمع عنهم، ها، اسهل حاجه يقولك يا عم انا مش فاهم حاجه من الكلام ده، اقفل الصفحه واتكل على الله. طب بمجرد انت بقى ما تاخد الكورس ولا حاجه وتقرا مره واتنين وتلاته وتيجي تفتح الدوكيومنتيشن هتلاقي نفسك عارف معظم الكلام دون. لو في مصطلح وقع منك بيبقى سهل جدا تروح تدور عليه وتجيبه، انها مش تلات ارباع المصطلحات ما انتش فاهمها ولا انت عارف عنها حاجه ولا سمعت عنها اصلا قبل كده. خلاص كده بالنسبه لك انت، لو 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 قريت الدوكيومنت دي دلوقتي، بص لو كنت قلت لك اقرا الدوكيومنت دي دلوقتي مثلا من 3 ايام او من 4 ايام وانت اصلا ما تعرفش حاجه عن حاجه اسمها نيك تيمينج، ولا تعرف اصلا ان ام سي ال اي ولا ايه ان ام تي يو اي ده، كنت هتقدر تقرا دوكيومنت زي دي؟ والنبي لو كنت قعدت للصبح، لو كنت قعدت نايم جنبها كده للصبح ما كنتش تفهم فيها اي حاجه. خلاص، انما بالنسبه لك دلوقتي الموضوع بقى سهل. اه يا عم عايز اكونفيجر، يلا يا عم خش كونفيجر على طول، ان ام سي ال اي وان ام تي يو اي والراوتس ستاتيك راوتس. فاكر لما كنا بنعمل ستاتيك راوتس من يومين؟ شفت؟ فعشان كده بقول لك الدوكيومنتيشن دي انا بنصح ان انت تقراها لما يكون عندك معلومه، او تكون مثلا خدت كورس زي اللي احنا خدناه وعندك معظم الحاجات عارفها، تبدا بقى تضيف للمعلومات اللي عندك بشكل محترم جدا. changing host name، احنا خدنا changing host name، فاكر؟ فاكر لما خدنا host name control؟ فاكر الحاجات دي ولا نسيتها؟ اهو لو انت كنت بتقرا الكلام ده لاول مره كنت هتتخض، ايه يا عم اللي انا بقراه، انا مش فاهم اي حاجه. لكن لما تيجي دلوقتي، ها، وتيجي تقراه كده هتلاقي الدنيا معاك سهله جدا. ماشي؟ ها، حد عنده اي مشكله؟ يبقى عندك الطريقه السادسه اللي هي مين، ها، كانت الدوكيومنتيشن بتاع موقع ريد هات نفسه، الحمد لله، وبصينا عليها كده وبصينا على اكزامبل فيها. الطريقه الرابعه
الرابعة بقى اللي هي مين يا عم؟ الطريقة الرابعة اللي هي مين؟ الكوميونيتي بقى. ايه الكوميونيتي دي؟ الكوميونيتي ده اللي هو ال 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 اقول لك ايه، المواقع اللي موجودة على النت والمنتديات بقى، كل الناس دول ممكن يساعدوك. يعني في عندك موقع اسمه سايبر سيتي دوت بيز، بيزنس يعني الاسم بتاعه صح ولا انا كاتبه غلط؟ ما علينا. مثلا بلاج زي البلاج ده، واحد من احسن البلاجز اللي موجودة. ها ده احسن واحد من احسن البلاجز اللي موجودة فعلا فعلا، انا بقول لك حقيقة واحد من اعظمها بلا استثناء، هتلاقي فيه بالتفصيل ممل كل حاجة بتحصل خلاص، والمواضيع وكمان في سيرش كمان ممكن تدور عليه. طبعا ده بالنسبة ككوميونيتي حاجة مفيدة جدا، هتلاقي فيه مواضيع انت ممكن تحتاجها بشكل شبه يومي خلاص. تعال مثلا نسيرش على حاجة زي النتورك مانجر كده، ودور بقى وعيش حياتك. مثلا تعال ندور على ريد، هتلاقي فيه كمية بوستس كتيرة جدا، كمية بوستس كتيرة جدا ممكن تقعد سنين اساسا تقرا فيه. يعني ما شاء الله، يعني ربنا يديكوا الصحة بقى، اقعد اقرا بقى براحتك خلاص. طيب في عندك مثلا هاو تو فورج، وهاو تو فورج ده برضو ممتاز جدا، برضو ده عبارة عن ويب سايت كده ظريف خلاص، هتلاقي فيه بالتفصيل هاو تو جايدز كده، ازاي تران السيرفيس وازاي تشغلها. انا عن نفسي انا قعدت سنين استخدمه، والله سنين لحد النهارده لسه بستخدمه خلاص كده ماشي. كلام جميل، يبقى انت كده عندك الكوميونيتي، هتلاقي عندك كمية مواقع منها زي سايبر سيتي وزي هاو تو فورج وزي مثلا ذا جيج ستاف. خلاص لايف هاكر، كل المنتديات دي هتلاقيها موجودة. ها حاطين لك هاو تو جايدز ازاي ايه تكونفيجر السيستم والسيرفيس عندك خلاص كده ماشي. طيب الحمد لله. الطريقه الاخيره بقى يا عم، عندك مين؟ انا موجود عندك اهو، لو احتجت اي حاجه في اي يوم ممكن تكلمني. يعني اعتقد انتوا عارفين الميل عندي، عارفين الفيسبوك بتاعي، ممكن تكلموني في اي لحظه ماشي. اللي عايز يكلمني يعني في اي وقت، يعني هذا التليفون بتاعه كمان لو حد محتاج اي حاجه. بس طبعا يعني مش عايز اقول لكم، لا يبقى مش مديك التليفون يا عم، انا متشكر انا اسف. لا شكرا. لا خلاص. ما يجيش واحد يعني يتصل بيا الساعة 2 بالليل ويقول لي مش عارف عندي ايه، يعني لو ما عندكش، لو من القيامة ما قامتش، يعني لو القيامة بتقوم يعني خلاص. انما لو القيامة عندك حاجة بسيطة يعني ممكن سنة لتاني يوم مفيش مشاكل. زي واحد من كام يقول لكم اتصل بيها الساعة 1:30 بالليل بيسأل على حاجة هبلة كده، يعني طب ما تستنى لبكرة يا عم. يعني خليك منطقي برضه، يعني احنا بنصحى الساعة 4 الفجر أو 3:30 الفجر،
بصحى والله 3:30 3:30 ولا 5 تقريبا كل يوم، تقدر تصحيني الساعة 1:30؟ يعني ايه المواعيد الزبالة دي؟ يعني حسوا بالناس، يعني خلوا عندكم دم يعني. ناس غريبة جدا يعني. مش معنى يعني انا بقول لك ممكن اساعدك ان انت ما تنامنيش خالص يعني، يعني مش للدرجة دي برضو يعني. خلاص طيب ده مش بهدلكم انتوا ولا حاجة يا عم، معاك واحد يا عم بيقول لك هتصل بيك مش هخليك تنام، اقول له ايه ده؟ طيب ارد اقول له ايه؟ طيب ده ونام. طيب ماشي، اعتقد ان كده اكتر من كافي يعني. بالمناسبة كمان هتلاقي في حاجات مهمة جدا، في حاجة مهمة جدا مثلا المنتديات، والمنتديات دي من احسن الحاجات اللي ممكن تسأل عليها، او ممكن الحاجات اللي ممكن تدور فيها. ممكن تروح الفودورا فورومز دي كده، وهتلاقي فودورا فورومز دي، وفي مثلا عندك كمان في عندك منتدى كمان اسمه لينكس كويستشنز اهو، روح الفورمز بتاعته. الاتنين دول والله العظيم من المنتديات العبقرية اللي موجودة، من المنتديات العبقرية اللي موجودة. هتلاقي في الانستوليشنز لو في باجز ولا حاجة هتلاقي الناس كاتبة لك الكلام ده كله. خلاص السيرفرز ونتوركينج هتلاقي فيها جايدز بالعبيط بالعبيط، لو في ايشوز ولا حاجه هتلاقي الناس كاتبه عليها. خلاص شايف كل المشاكل اللي هتلاقيها موجوده، تمام كده. لينكس كويتشنز برضو هتلاقي حاجه شبه كده، ويمكن اكتر كمان. السكيورتي هتلاقيها متقسمه لوحدها، السيرفر لوحده، الديسكتوب لوحده، كل حاجه بالتفصيل. ممل مش كده؟ فالمنتديات دي من الحاجات العبقرية. ليه؟ لأن أنت مش بتخش تكلم واحد أو اتنين، أنت بتكتب وآلاف الناس بيبصوا عليك أو بيردوا على الردود على على آسف على الأسئلة بتاعتك. آلاف الناس بيخشوا يردوا على الأسئلة بتاعتك. طبعًا أنا عايز أقول لك إن بتلاقي فيهم ناس أحسن مني ومن اللي خلفوني 100 مرة. ماشي؟ هتلاقي فيهم ناس كده قاعدين كده مستخبيين كده، الناس دول فعلًا فعلًا بيفهموا جدًا 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 بشكل ما تتخيلوش يعني. تمام كده؟ ها حد عنده اي مشكلة لحد دلوقتي؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ حلو جدا، يبقى كده الحمد لله اتكلمنا على موضوع الهلب وازاي تساعد نفسك بنفسك، واتكلمنا على اكتر من طريقة، حوالي 6 7 طرق مثلا ولا حاجة يعني. اعتقد الدنيا بقت شبه مفهومة بالنسبة لكم يعني، او بقت اللعبة مفهومة بالنسبة لكم. من المرات الجاية بقى خلاص الحمد لله انا كده ابدأ استخدم بقى ايه، او ابدأ اولطج عليكم في الـ في الـ في الكومنتس. هتلاقيني دايما دايما اي مكنة فتحها، اي مكنة فتحها هتلاقيني فاتح لك تيرمينال في الهلب، المان مفتوح في ناحية والترمينال موجود في ناحيه تانية. دايما هتيجي كونفيجر ال في ام هقول لك تعالى افتح لي ترمينال في المان والترمينال التاني تكتب فيه الاوامر، اشغل الاسف الريد، افتح لي ترمينال في المان وترمينال تانية فيه الاوامر. خلاص يعني انسى حكايه ان انت تحفظ، انا مش عايزك تحفظ. ها وضحت؟ دايما وانت شغال عود نفسك كده يكون في ترمينال مفتوح وترمينال بتكتب فيه اوامر. يعني لو قلت لك ان انا كنت في امتحانات ريد هات والله العظيم كنت دايما بيكون عندي 3 تيرمينالز على جنب كده لوحدهم، 3 تابس كده فاتحين مان بيجز، والباقيين ها شغال في بقيت على بقيه المكان بتاع الكلاستر ولا حاجه، لو شغال في كلاستر او حاجه. كان معظمهم في كورسات الادفانسد كلها كان بيكون في اكتر من مكنه. كان في امتحان عندي فيه 8 فيرتشوال سيرفرز، والمكنه اللي قاعد عليها فيزيكال 9 و كان عندي 9 مكانات في امتحان، بتمتحن على 9 مكانات، كنت فاتح 12 تاب جنب بعض، 12 تاب كده فاتحهم جنب بعض. خلاص 3 منهم بس كده للمان بيجز مع الانفو مع مش عارف مع شوية حاجات كده هلب بس، والباقيين باخد الكومنتس كوبي بيست كده من المان
والزق، كوبي بيست من المان والزق. خلاص عشان بس افهمك هو قد ايه الموضوع مهم، تمام؟ ومش بضحك عليك والله العظيم ده اللي كان بيحصل معايا. انا في امتحان دخلته قسما بالله ما حافظ ولا امر واحد فيه، ولا امر واحد حافظه في الامتحان كله كامل. خلاص، وكان كل اللي عملته دخلت فتحت المان وجبت نزلت البي دي اف اللي هو الادمن جايد اللي على موقع ريد هات، فاكر من شويه لما فتحت موقع ريد هات وجبت الادمن جايد؟ الادمن جايد ده بتحط لك على مكنه الراجل اللي بيمتحنك، على مكنه الاكزامينر، بخش اعمل له داونلود وافتحه جنبي، وطول ما انا شغال اجيب من الادمن جايد الزق عندي واشتغل، من الادمن جايد والمان بيجز والزق واشتغل، ماشي كده؟ فالموضوع الموضوع مش هزار، الموضوع مهم جدا بالنسبه لك كسيستم ادمن. ليه بقى الموضوع ده كمان مهم جدا بغض النظر بتدرس لينكس او لا؟ لان لما تلاقي نفسك دخلت في مواضيع ادفانسد، مثلا رحت ذاكرت اوبن ستاك ولا كلاسترنج، هتلاقي الدنيا كبرت عليك قوي. يمكن في الاول كلهم على بعضهم 50 ولا 100 امر، هتلاقي الدنيا سهله. في ناس دحيحه ممكن تحفظ الكلام دون، لكن بعد كده هتلاقي نفسك لبست وهتلاقي الموضوع بقى صعب جدا عليك ان انت تهندل الكلام ده كله. ماشي؟ ها حد عنده اي مشكله كده؟ ها حد عنده اي مشكله؟ الحمد لله كده الموضوع خلص. ماشي، نوقف الفيديو ونشوف موضوع جديد.